تقديرا خاصا بما أعرفه عنه وعن حبه لهذا الإقليم وعن رغبته في موقعته ضمن الجهات والأقاليم المغربية التي دافعت وكانت حاضرة في كل المحطات الصعبة التي مر بها الوطن. إذن كذلك أؤكد على استعدادنا كمؤسسة المجلس الإقليمي للتواجد في كل المحطات الفكرية والتي من شأنها أن تعزز مجال البحث العلمي والخروج من دائرة التجاذبات التي تظل كذلك مفيدة ولكن عندما تتمكن من ملامسة الحقائق، لأن التاريخ كما جاء على لسان السيد الدوسري هو حلقة تتجدد، والبحث التاريخي هو عمل مدني وفيه كذلك إبداع. فأحييكم جميعا على حضوركم وأجدد كذلك تحية للأساتذة والأصدقاء الذين صراحة جاءوا ليساهموا في إغناء هذه الندوة التي لا شك أنها سيكون لها صدى وسيكون لها إشعاع. ولا تفوتني فرصة لأتوجه بطلب حضوركم للدكتور مصطفى الكتيري، وهو دائما جاهز أن تتفضل المندوبية السامية بتابعة فريق من الباحثين وطنيا لتجديد كتابة تاريخ هذه المنطقة. وهذا لدي اليقين في تجاوبكم هذا المطلب، وأؤكد مرة أخرى على استعداد الإقليم لإنجاح مثل هذه الملتقيات الفكرية، لأنه صراحة وأنا أستمع إلى كلماتك دكتور وسأقول لكم بشكل شخصي وأن أكتشف أمجاد هذا الإقليم، لأنه صراحة عرفت هذا المساء هذا الزوال على لسانكم الشيء الكثير عن إقليم العرش الذي نفتخر بالانتماء إليه. شكرا لكم وتحية مرة أخرى للأصدقاء وأساتذة.